مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، مساء الخير وأهلا بحضراتكم. لقاء جديد وحلقة جديدة من حلقات الأهلي الليلة، ونجدد الترحيب في هذا اللقاء الأسبوعي مع الكاتب الصحفي والناقد الرياضي الأستاذ محمود صبري، رئيس القسم الرياضي في صحيفة الأهرام. مساء الخير وأهلا بحضرتك أستاذ محمود. إيه الأخبار؟ إيه أهم الحاجات اللافتة للنظر خلال الأسبوع من آخر لقاء لينا مع حضرتك لحد النهاردة، وخلال طبعا متابعتنا كلنا واهتمام العالم كله مش بس مصر بانتشار فيروس كورونا ومواجهة الأزمة دي؟ حضرتك شايف إيه اللي حصل خلال الأسبوع ده وأهم الملاحظات؟ يعني بعيد عن الرياضة، يمكن أهم ملاحظاتي هي رسالة الاطمئنان اللي قدمها سيادة الرئيس امبارح في المؤتمر، والكلام اللي قاله للشعب، والمصارحة والمكاشفة ووضع الحقيقة والصورة كاملة للناس، عشان يعني دائرة الشائعات اللي هي بتحصرنا وكل يوم بنصحى على كلام جديد. الرئيس يمكن وضع نقاط كثيرة على الحروف، وضع استعدادات الدولة لكافة السيناريوهات. إن شاء الله يا رب ما نوصلش للأمور دي، وإن شاء الله تعدي الأيام دي يعني على خير بإذن الله تعالى. برضو النصايح للشعب والالتزام والمحافظة، يعني كل واحد يحافظ على أسرته بقدر المستطاع، وأيضا يحافظ على يعني جاره وكل ما تربطه به علاقة. ده هو ده الهدف الرئيسي، وإن شاء الله يعني المرحلة تعدي بإذن الله تعالى. ده بالنسبة للحدث اللي من وجهة نظري هو الأبرز، هو خطاب السيد الرئيس في مجمل الكلام اللي اتكلم فيه امبارح وتناوله. وناس كتيرة يمكن حصل نوع من الارتياح، لأنه كلام كتير بيتقال في الدائرة دي، وتعرف في المراحل اللي زي دي بتنمو دايما الشائعات الخبيثه اللي بتدل اللي بتزود التوتر عند الناس، لا تزيد التوتر والحاله النفسيه زي ما انت شايف الوضع العام. لكن هو اختبار، واختبار قاسي وصعب، وكل انسان واعي يستطيع ان هو يتعلم اذا اراد ان يتعلم، واذا اراد ان يعد درس جيدا، انه المساله اكبر من كل الموجودين على الكره الارضيه. المسألة في يد المولى عز وجل، وإنه ربنا بيبعت رسائل، والرسائل دي كل واحد يتقبلها ويستقبلها بالصورة اللي هو عايزها. بتميل للتفاؤل يا أستاذ محمود، وخلينا نقول الأكبر وأقوى وأهم من التفاؤل هو اليقين بالله سبحانه وتعالى. هل حضرتك مع الآراء اللي عندها يقين بالله إن إحنا إن شاء الله هنتجاوز قريبا جدا الأزمة دي، وإنها هتعدي وهنقدر نتغلب عليها بإذن الله؟ الحمد لله إحنا عندنا رب. الحمد لله إحنا عندنا رب نقول له يا رب. دي جزء في غاية الخطورة، الناس مش واخدة بالها. الثقة بالله دي هي كل حاجة، هي كل الحياة. يعني هتثق في مين إذا لم تثق بالله؟ لا، يعني الثقة بالله هي شيء، هي يعني عاوز أقول لك هي قلب الإيمان من وجهة نظري، هي كل حاجة. أنت في الكون ده لا يجري في هذا الكون إلا بمراد الله. يعني فالناس لازم يبقى عندها إن الرسالة واضحة وصريحة، مش محتاجة لف ودوران، مش محتاجة نضحك على بعض. الباب واحد، وانه كل ده بيبان فيه يعني الاختبار بيظهر فيه المعادن وقدرات الناس على تحمل المسؤوليه وقدراتها على التجاوز. والانسان بيفكر في نفسه، ولا بيفكر في اسرته، ولا بيفكر في المجموعه الاكبر، ولا بيفكر في زمايله. يعني ايه؟ يعني الدايره في ناس بتنزوي ويبقى شغلها، ويبقى في عندها نوع من الانانيه والفرديه وحرص على يعني المجتمع. في الفتره الاخيره ظهرت عليه الانانيه، توحشت بصوره كبيره، بغت الماده بصوره صعبه جدا. فكان في رساله، الرسالة دي أسكتت كل شيء. فنتمنى أنه يعني عاوز أقول إيه، هتمر الكوبة بإذن الله، لكن أتمنى أنك تخرج أو كل إنسان يخرج منها بدروس هو شايفها تكون إيجابية من السلبية، مش ينقلب على الضد. ونعود كما كنا ماشي. في ناس هتعود كما مش هيتغير من النسبة لها، لكن في ناس أعتقد أنه اللي حصل في الأيام دي أكيد هيبقى في رسالة كتير جدا نستقبلها ويحسن استقبالها إن شاء الله. طيب هنتقل يعني بعد ثواني مع حضرتك ومع مشاهدين الكرة القدم وأخبار النادي الأهلي وأخبار الكرة والرياضة عالميا حتى مع توقف النشاط، لكن كل ما يحيط بمتابعة العالم للحدث وللأزمة الخاصة بانتشار فيروس كورونا ومواجهته. على المستوى الشخصي المواطن محمود صبري، إيه أصعب حاجة عليك، على حضرتك شخصيا وعلى الدائره القريبه منك، الاسره والاصدقاء والمحبين، واجمل حاجه او لو في وجه ايجابي؟ يعني رب ضاره نافعه دايما بيقول لكل ازمه وجه ايجابي الناس بتبقى شايفاه، وحاجه تعلموها من الازمه دي. أصعب ايه الكويس وايه الوحش في الموضوع ده؟ اصعب حاجه انك انت مش عارف تقعد مع يعني الناس اللي انت يعني مرتبط بيهم، مع اسرتك الكبيره، يعني مع اصدقائك، مش عارف يعني ما فيش لقاء حتى عبر التليفون.
عايز اقول لك ان يعني بعض الاحيان النفسيه بتصل لمرحله انك انت مش قادر تتكلم ومش لاقي حد تتكلم فيها. الناس دلوقتي بتعمل فيديو كول، يعني انت جالك حاله من الزهق من كلام في فيروس كورونا والكلام والنصايح والرسائل والكلام. فبعدك عن الناس دي مشكله. اختفاء تام لكثير من يعني الاصدقاء ده شيء يقلق، وده شيء يخلي يوضح لك حجم دي المشكله الاعم. يعني ايه حاله الترقب والحذر والخوف يعني عاوز ايه الكلام اللي بيتردد كتير جدا ده بتوقف على انك انت بتقابله ازاي، وده ده شيء مهم. الايجابي من وجهه نظري انك قعدت مع اولادك، دي يعني ايه قربت من اولادك اكتر، شفتهم، شفت المشاكل كنت ما كنتش بتشوفها، قعدتهم جنبك، سمعت لده وحكيت مع ده، وده قال لك حاجه وده قال لك قصه وده قال لك مشكله، حسيت نفسك انك انت كنت غلطان مع نفسك انك انت الشغل او الظروف منعتك انك انت تتواجد. دي اميز حاجه، انه ازاي رجعت روح الاسره رغم انها رجعت في ظروف يعني مش عاوز اقول الكل مجبر على الوضع ده، لكن برضو ليها حاجه ايجابيه كبيره جدا، انك انت قربت اكتر، انك انت لازم دول بالنسبه لك يبقوا رقم واحد واثنين وثلاثه، حتى في رغم كل يعني الظروف العمل والشغل ولقمه العيش والكلام اللي احنا عارفينه، لكن الاسره دي اهم شيء في بالنسبه للانسان. وعاوز اقول لك اذا حدث خلل في الاسره، خصوصا حضرتك قلت حتى جبر الخواطر في الظروف اللي زي دي بتعني امر يعني الكثير للمواطن. قمه العبادات جبر الخواطر، بس اللي يعرفها الكلمه الطيبه صدقه طبعا. لا بس من يعني بص حضرتك حاجه فيها قصص وروايات وحدث تقدر تحكي فيها، ادخال السرور على الانسان على اي انسان ده من قمه العبادات، يعني فرحه لا تدانيها فرحه. ولذلك يعني خدمه الناس بالنسبه لربنا سبحانه وتعالى حاجه كبيره جدا، حاجه كبيره جدا تفوق انك تقعد تصلي 100 سنه، لان لها معنى. شوف انت، شوف ربنا عشان تقول انه رب رحيم. نعم بالله، رب رحيم، رب يعني مش هتلقى، لما ترفع ايدك تلاقيها جنبك في اي وقت. فاحنا اقرب وقت في الفتره دي ان احنا عاوزين يعني نبقى قريبين جدا ان شاء الله. الكل يراجع نفسه وحساباته، وتبقى دايما التصريحات فيها مراعاه للراي العام ولمشاعر الراي العام والفئات يعني المختلفه من المواطنين، حتى الفئات البسيطه او محدوده الدخل، محدوده الدخل تحديدا، تبقى في حسابات كل شخص وهو بيتكلم من الناحيه رؤيته اجتماعيا وانسانيا، ما تبقاش مؤثره سلبا على الحاله النفسيه للمواطن البسيط دلوقتي. استاذ محمود، ما زلنا هرجع لنقطه اتكلمنا عنها الاسبوع الماضي، لسه حاله الهجوم على النادي الاهلي مستمره بشكل فج وبشكل اكثر شراسه، والناس طول الوقت بتتطرق لعلاقه الاهلي بنجومه الحاليين والصغار والكبار واللي اعتزلوا السابقين. يعني في ايه؟ في حاله من البحث عن اي مشكله بين الاهلي وبين اي اسم ارتبط بالنادي الاهلي؟ من ما انا قلت لك، قلت لك كده اكتملت الصوره. هناك على ما يبدو مخطط واضح ومتفق عليه لتشويه صورة هذا الكيان. لازم تلاحظ على الطرف الآخر الكلام اللي بيتقال، محاولة ايه؟ صناعة يقين وتثبيته عند البعض ان البطولات كذا، ان البطولات بالحكام، ان البطولات يعني عارف ايه؟ كلام خايب سميه، كلام فاشل سميه، مش لاقي اعمل معاك حاجه فبدور على ايه؟ مش لاقي، ما انا مش عارف اعمل ايه معاك، عاوز ادور، عاوز اهد الهرم اللي اتبنى ده، عاوز اهده، فبحاول اشكك في اي حاجه، بحاول اضرب في اي اتجاه يمكن تصيب ولن تصيب، بل يعني الخساره كبيره جدا. والخساره كبيره جدا لما يبقى الكلام ده موجود عن بعض الاهلاويه اللي بيشاركوا في الكلام ده، بيخسروا تواجدهم، لانه جمهور الاهلي بقول لك وبعيد نفس الكلام، جمهور واعي وذكي وفاهم وعارف خلاص، ما عادش يعني مساله الجمهور بصفه عامه ما عادش سهل انك تضحك عليه تطلع بكلمتين تتاجر بيهم عشان تدور وتقول رساله. هناك حاله فراغ، مش لاقيين حاجه نعملها. ما لما تيجي تقول لي تعالى البرامج اللي هي جايبه بتجيب هي نفس الوجوه، وتقلب من سنه مش عارف 30 سنه و40 سنه ومش عارف ايه والكلام ده، وكانه يعني ايه مش لاقي حاجه يقول لي انا بدور لك على اي حاجه واجيب واحد. لكن يحتاج من اداره النادي الاهلي ومن المسؤولين انه الكلام ده توقف عنه، يعني حاجات دي تسجل ولا تترك، لابد يكون فيها موقف.
وموقف واضح والرد على الناس دي وكشفها خلاص ما عادش ينفع الكلام. حضرتك هنا تقصد الرد اعلاميا ولا بشكل قانوني؟ لا الرد بشكل قانوني على التشويه ده، ما خلاص اعلاميا انت بص انت الاهلي مش هيدخل مش هينزل لمجلس ادارته، هينزل يطلعوا يتكلموا في البرامج عشان يردوا ويبقوا الكلام ده وده الهدف، لكن الرد على كل من تجرأ وجرح وشوه لابد يكون الرد ايه؟ البين على من ادعى عليه ان يثبت كلامه انه الرد رادع مش هينفع كده. انت ايه البعض بيستغل ادبك واحترامك فبيتطاول يتمادى، ما هو مش يعني مش عاوز اقول عيب اقول لك انه ما شافش العين الحمراء، عيب ان احنا نصل لهذه المرحله ان احنا نبقى نخاف من اللي يعني بتطاول علينا ونعمل له حساب وما نقربش منه، واللي بيحترمنا وما بيردش ويسمح انه عنده حريه وسابك تتكلم براحتك خلاص اتمادى وادوس عليه. لا لا الاهلي عنده اللي يرد وعنده جمهور ويرد وعنده ادارته تستطيع انها ترد وعنده كتير جدا، لكن المساله ما تصلش الى هذا الامور انه كل شويه طالعين حد بيطلع لي واحد يقعد يتكلم ويتطاول وانه خلاص وانه هو الكلام صح ويحلف وبيصدق نفسه يعني ايه كلام ايه وايه ويدعي الفلسفه وكلهم كذابين وبلا تاريخ للاسف، يعني للاسف غريب جدا. يعني السؤال ما تخليك في نفسك، يعني انت جاي ناحيه الاهلي تعبك في ايه؟ ما تخليك في نفسك، يعني بص على عيوبك وخليك في ناديك اللي انت بتشجعه مثلا، خليك في المكان اللي انت بتشتغل فيه. مدخل الاهلي طرف بتدور على ايه؟ ما انا زي ما انا قلت لك انا دلوقتي عاوز اتعرف واتعرف واعمل شباب اخبط في مين؟ قلت لك تخبط في الكبير. طب هنفترض ان الموضوع ده في حته تاني مع كامل احترامي لينا، شوف رد الفعل ولا كانه حد سمع. لكن دلوقتي انا اقول محمد الجندي طلع عمل مشكله على كاسه الاهلي خبر منتشر في كل الراي العام بيتلقى لسه الكلام ده ولا بيفرز يا استاذ محمود؟ لا بيفرز. يعني شوف النهارده استاذ محمود صبري اتهم حد بشيء، مش بيطلب منك البينه على كلامك الراي العام او بيحاسبك عليه لو ما كنتش بتقدم بص ما يؤكد كلامك؟ بص في جزئيه بتفرز وفي جزئيه عندها تصدق اي حاجه لانها بتعشق نظريه المؤامره. الجو ليه ده يعني عارف انت الحاجات اللي احنا بنسمع عنها، ده الحكم مش عارف ايه، ده اللي مظبطين الدنيا، ده اللي مش عارف متفقين على، يعني عارف انت الكلام ده، عارف اللي عايش في نظريه ان كل الدنيا ضده ويقعد يقنعك ها انه مش عارف يعني الحكم الاجنبي ماله وانت خسران كل تاريخك كله بالحكام الاجانب مثلا، او تيجي مثلا اصل التحكيم المصري كذا كذا، اصل يعني عارف انت ايه، عارف ان انا بدور على حاجه عاوز ابين بيها ان انا يعني اتظلمت وان ده خد مني كل حاجه، هيقعد الكلام ده بشديه يا اسطى محمد. يعني عاوز اقول لك على حاجه، ليه دلوقتي المشكله؟ بس عاوز اقول لك على حاجه، الدوري كان شغال والموسم مستمر قبل ازمه كورونا، ما كانش فيه المشاكل دي. فجاه والناس كلها النشاط الرياضي متوقف ومفيش كوره ومفيش مسابقات والعالم كله مشغول بازمه مواجهه الفيروس ده، ومصر طبعا عندها اعبائها وعندها همومها عند الدوله والحكومه وعند المواطنين وعند الشعب، ونلاقي فجاه الناس اتشغلت بانها تفتعل معارك وكلام على الصفقات والعلاقات والتعاقدات وفي ايه؟ يعني ليه دلوقتي تحديدا النبره دي او الكلام ده والتون ده عالي شويه؟ ما انا بقول لك اهو، تعالى بقى احنا فرصه بالنسبه لنا الجو فاضي دلوقتي، الوقت لو في احداث رياضيه مش هنعرف نتكلم، فتعالى فرصه بقى نخبط بقى في الصوره دي نحاول نهزها شويه. يعني انت ايه عارف انت الاستمرار ان انا بحاول اضغط عليك واقنع اللي معايا وبحاول ارسخ واجيب له ناس تكذب يتفننوا في الكذب، دول ما بيخافوش من ربنا، ربنا مش في حساباتهم على فكره، كذب وتدليل وتاني يقول له اه فعلا وانا فاكر مش عارف مين وفلان قال ايه، يعني عاوز اقول لك ايه، واللي بيدير كذاب اصلا تعود على الكذب وعلى التضليل، فهو في ماده نعمل ايه؟ ما انا قلت لك ايه نعمل ايه؟ هنشتغل على مين؟ اشتغل على الاهلي ولا اشتغل على اي مكان تاني؟ خلاص؟ اشتغل على الاهلي واجيب بقى الناس اللي الاهلي معاهم مشاكل مثلا مع الاداره مثلا، او ماشي عنده يعني ماشي مع الاهلي ماشي بطريقه يعني ازاي؟ يعني ازاي تخش بيت واحد؟ ما هو ده اللي قلق كده، ازاي تخش بيت وتقعد وتاكل فيه وتعيش فيه؟ وشفت قدامك حصل قدامك مشكله ولا اتنين وده الامر بتطلع بره بعد كل الخير اللي انت عشت فيه انت واللي معاك واسرتك كل الناس دي والناس عرفتك وبقيت نجم وخدت بطولات وعملت كل حاجه وتطلع تيجي فرصه والله اصل انا ندمت ان انا رحت. طب يا فندم منك ندمت ايه اللي جابك؟ يعني ازاي ممكن حد حقق نجاحات وبطولات واصبح سوبر ستار مع الكيان ده ويتكلم عنه كده في يوم من الايام؟ هقول لحضرتك حاجه عشان الناس ما تفتكرش ان احنا بنقول ان النجم
ما كانش له دور في النجاح او ان الاهلي صاحب فضل عليه وهو مش شريك في النجاح، لا هو شريك في النجاح. كل لاعب لعب للنادي الاهلي ونجح واصبح ستار كان هو مع جماهير الاهلي مع كيان هذا البيت الكبير حقق حاله نجاح وحاله يعني ميوتوال سكسس، نجاح متبادل من الاتجاهين. اه له حساباته وله قيمته عند الجمهور ولو يعني عشان دايما النجوم بتقول ما احنا لو مش كويسين ما كناش نجحنا وما كانش الاهلي تمسك بينا وده صحيح. هم لهم دور في نجاحات الاهلي والاهلي صنع اسمائهم ونجوميتهم وشهرتهم بفضل الله سبحانه وتعالى. مع كل الاحترام للامكانيات دي ومسيره كل النجوم دول، ازاي الشخص اللي احنا محترمين قدراته تماما بعد ما حقق كل النجاح ده في يوم الايام مع النادي الاهلي واصبح جزء من تاريخ وذكريات هذا الكيان الكبير جدا النادي الاهلي يقدر يتكلم عليه بالشكل ده؟ شيء مش مفهوم. بتبص على الشخصيه. بص على الشخصيه، مش عاوز ادخل في مساله ابن النادي وش ابن النادي، ما عادش عندي الكلام ده. ممكن يجي واحد يعمل لك شخصيه يبقى عنده شخصيه ترتب يعني تلقاه راكب معاك، ممكن يتعرض لكثير موقف لكن ما يتكلمش. هل الكلام ده احنا بنطالب يعني بالملائكيه؟ لا، كل ما كان في مشاكل عشان بس ما حدش يدعي يعني، كل ما كان في مشاكل وفي مواقف وفي اخطاء وكل شيء كل العالم ده كل العالم كده يعني، ما فيش يعني مش يعني يعني الواو يعني الدنيا اللي بتتكلم، بس هي ايه الحته اللي تعباهم قوي، حته المبادئ. لازم بتلاحظ على الحته دي، الكلام كله ايه مبادئ الحته دي اللي انت ايه بتتكلم عنها. انا عاوز اهديها لك بقى، من عاوز اهزك فبهزك ازاي، فاقعد العب لك على الكلام ده عشان النشئ الصغير اللي طالع يسمع يبدا يبقى عنده يبقى انا كده بعمل له هزه يعني، اقول له ايه ده مشوا طار ولا سمع شو. طب حضرتك ما تقول الحقيقه، ما تقول الحقيقه انه كابتن فريق اتعرض عليه واحد اثنين ثلاثه، وده ما بتحصلش في اي مكان في العالم يعني. لما يعجي يعني لما يعتزل مثلا رونالدو ولا ميسي يمكن برشلونه يعرض عليه نعمل لك ونبي واحد اثنين ثلاثه اربعه بس ونبي. كويس ان حضرتك قلت اشرت لاسماء النجوم اللي كانت علاقتهم التعاقديه بتنتهي للاهلي خلال الايام اللي فاتت. كنا احنا مش محظوظين الاسبوع اللي فات ان انا سجلت مع حضرتك الحلقه قبل القرار ما يصدر من النادي الاهلي وانه يتمنى التوفيق ويعلن انه كده العلاقه تعاقديا مع النجم احمد فتحي انتهت. مع كامل تقديرنا لاحمد فتحي اللي ممكن نقعد نتكلم عنه ساعات وساعات عن امكانياته وقدراته وده مش محل خلاف، لكن انا عايز اسالك يا استاذ محمود، ايه اللي شايفه في علاقه الاهلي بحسام عاشور واحمد فتحي ممكن يخلي فيه انتقادات او في نوع من التجاوز في حق النادي الاهلي؟ انهاء هذه العلاقه هل تم بشكل راقي ولائق بالطرفين النجوم والنادي ولا لا؟ يا استاذ محمد، ما انا بقول لحضرتك، طيب هم دلوقتي مش اتعملت حمله على وليد سليمان انه يجدد وازاي تجدد له؟ ها؟ ومش عارف 11 مليون ونص. طب لو كان حسام عاشور، لو كان مثلا احمد فتحي جدد ب 16 مليون جنيه كان هيتقال ايه؟ ازاي دفع 16 مليون جنيه في لاعب عنده 34؟ يعني عاوز اقول لك ايه؟ يعني انا قصدك انا عندي حاجه تانية عاوز اعملها، انا لازم اعمل لك شوشره، انا مش هسيبك. طب انت ما انت سعادتك مثلا مسؤول كنت في اتحاد الكره، طب ما كنتش ليه عملت قرار يعني يا بطل بتحديد يعني او اعمل شكل يعني، ما تعمل، ما انت مسؤول كنت مسؤول، ولا دي راحت فين؟ طب ما سمعناش يعني الكلام ده في مواقف تانية اتقالت يعني وعقود لعيبه وتفاصيل، ما يصحش. طيب هي غايب عن الناس ليه اللي بتنتقد فكره انه لو كان الاهلي حاله من اتنين، لو كان الاهلي كل اللعيبه الكبار جدد لهم اللي قربوا يعني او شكوا على الاعتزال جدد لهم بمبالغ ضخمه، كنا قلنا الاهلي مش دقيق في حساباته لانه بيدفع ارقام ضخمه جدا للاعبين او شكوا على الاعتزال. لو كان انهى التعاقد مع كل اللاعبين الكبار كنا قلنا انه ما قيمش فني وانه قيم على اساس الحسابات الخاصه بس. انا بقول لك اهو، لكن النادي الاهلي كان احترافي جدا في فكره انه عندي اثنين ثلاثه من اللاعبين في نفس المرحله العمريه في نفس السن، واحد شايف انتاجه وعطائه يسمح له بالتجديد وان قيمته الماليه ما زالت كبيره وان عطائه فنيا مطلوب في الملعب، واحد تاني في رؤيه فنيه انه مش هيكون عنده كتير يقدمه للفريق في الفتره الجايه، فمعنى كده ان الاهلي بيقيم فني بشكل دقيق جدا. فين الخلاف مع الاهلي بقى او ايه سببه يعني؟ عاوز اعرف يا استاذ محمد، انا بفكر معاك والله، والله العظيم بجد انا حزين ان احنا وصلنا للمرحله دي، يعني مرحله محاوله الضحك على الناس، مرحلة التضليل والتشويه بصورة غريبة جدا، والبعض بيطلع بيتفلسف ويدعي لنا يعني انه عنده منهجية في الكلام ده، تجده في مواقع أخرى يعني غير موجود أصلا، بيختفي مستخبى تحت المكتب ملهوش رأي. لكن زي ما بقول لك وبعيد الكلام ده،
ادب الاهلي زاد عن اللزوم والالتزام خلى البعض يعتقد انه ده يعني مش عاوز اسميه ضعف او تراجع. البعض بيتمادى وبيستغل المساحه اللي سايبها الاهلي في الكلام ده. يعني انت لو كتبت كلمتين لو سطرين كتبتهم او طلعت وقلتهم في بص هتاخد كل احلى كلام، هتطلع تسمع اجمل كلام يعني عن الادب والاحترام. لكن انت شايف ان المساله ان انا استغل. طب انت بتقول وليد سليمان كذا كذا و11 مليون وانه ده اتهام تامي، يعني ايه وجه الاتهام سعادتك؟ طيب لو كان وليد سليمان مشي الاهلي ثبت وليد سليمان وفرطت فيه عنصر اساسي، ازاي الكلام ده يحصل؟ ما انا بقول لك انه المساله واضحه ازاي يعمل لك مشكله، مش كده ولا كده، ما فيش منطق. طب ما تروح تتكلم على يعني ايه على الصفقات في النواحي الثانيه، ايه روح اتكلم وناقش في اللي هيحصل لك. طب روح اصل ده نادي عام نادي دوله والتاني ده نادي خاص، يا سلام الكوره فيها الكلام ده. يعني انت يعني هل ده ينفع؟ هل منطقي عندك انت يعني كراجل وبتدير يعني جمعيه محترفين تتكلم بالكلام ده؟ ايه الهدف يعني؟ ده يعني عاوز يعني انت عاوز توصل لايه يعني؟ لو كان يعني الاهلي قال كل اللعيبه الكبار هتمشي مش هتجدد، او كل اللعيبه الكبار هيتجدد له بارقام، كان بقى النادي الاهلي خد القرار بشكل عام من غير التدقيق في كل حاله والتقييم الفني لكل حاله، لكن كل لعيب تم تقييمه بشكل منفرد. هو فنيا عنده حاجات كتيرة فنيا تضيف للفريق في الفترة الجاية، وحسابات الجهاز الفني بالنسبة له ايه عشان كده فلان كمل فلان مشي. يعني الامر حسابات دقيقة فنية، في ليه الناس مش متقبلة ده يا استاذ محمد؟ يعني هم بص الناس يمكن بتنسى التاريخ، في فترات بيتم ناس بتأدي رسالتها. يعني في اكتر يعني خلينا يبقى قريبين نتكلم مثلا حسام حسن وابراهيم حسن لما مشي ورضا عبد العال وبعد كده الكابتن احمد شوبير وبعد كده مجموعه. يعني عاوز اقول لك ايه، دي فتره في بدايه التسعينات يعني مع بص مع خلاص اواخر التسعينات كده الناس كانت هي التوب خلاص. بيجي بعد طب ابو تريكه وائل جمعه وعماد، يعني عاوز اقول لك ايه الناس اهي قريبه اهي وعماد النحاس وكل الناس دي بطلت. طب ليه ما طلعش مثلا واحد منهم ولا بركات ولا بتاع طلع قال يا جماعه والله كذا كذا انا جبرت على الاعتذار انا طلبت. عاوز اقول لك حاجه، الافلاس بيخليك تدور على اي حاجه هتسمع بيها ابقى موجود في الصوره. الاحترام الزاد في من جانب الاهلي طمع البعض فيه. هل انا يعني بالشكل ده بطالب انه النادي الاهلي يبقى العكس؟ لا ده بالعكس، ده انت بتكشف الحقيقة. يعني بص بتبين لك الصورة كده، لكن حق الأهلي ما يضيعش. يعني كل واحد يعني طلع كذب في معلومة بتاع لازم يكون عنده لازم يبقى في موقف وموقف قوي كمان، مش انك تطلع مطالبك انك تطلع، لا موقف قانوني رسمي من أي أساس تقيت المعلومات وجاي تشوه الصورة دي ليه؟ وإيه الهدف؟ والمقصود وعندك يعني ملاحظه ايه غريبه جدا، يعني ايه نبش في الماضي وتفتيش بدور لك على اي حاجه عشان ارضي اطراف اخرى واقول يعني ايه ما انا خلاص بقى عاوز ان انا اعمل لك شكل ان انا اشوهك فيه. هو ده الهدف، هو ده السعي وهو ده المطلوب. اضرب لك شكل اقول لك ايه مبادئ وقيم، اقول لك بتتكلم على تفاوض مع لعيبه، تعالى اجيب لك من كذا من تاريخ، تعال. يعني عاوز اقول لك طب ما حضرتك لما تعمل بتخلي الكلام ده لو انت يعني راجل بتتكلم استاذ الاعلام وانت الراجل الفت يعني لما بتجيب المعلومه التايهه، ها ما تقول الحقيقه اللي عندك، ما تقول ناقش حاجات تانية، اديني حاجه ايجابيه ناقشها، حلنا المشكله. قول انا بطرح مشكله في الازمه اللي احنا موجودين فيها، نعمل كذا. هو ده الهدف ان انا ايه؟ ان انا انال من الاهلي عشان ايه؟ دي ماده الناس كلها تتفرج عليها وتفتح وتشوف واعمل فيو واشوف ده كله. شوف يعني ايه؟ عاوز اقول لك ايه؟ يعني ابتزاز رخيص. بعدين هي الناس اللي بتتكلم الكلام ده، يعني بس عايز اسال سؤال، هو احنا ما فيش متابعه عالميا لان ده شكل العلاقات التعاقديه مع اللاعبين وبينهم وبين ادارات انديتهم في العالم كله، ان اللاعب مع التجديد دايما، خصوصا اللاعب اللي سنه بيكبر وبيقرب من مرحله نهايه مشواره كلاعب محترف او مرحله الاعتزال، مش بيبقى كل فتره او مع نهايه كل عقد كان سنه او اثنين او ثلاثه اعاده تقييم يا استاذ محمود مطالب اللاعب مناسبه للنادي ولا لا، عرض النادي مناسب للاعب ولا لا، تستمر العلاقه التعاقديه اتفقوا او اختلفوا واعتزل ولا راح نادي تاني،
ايه الغريب في ده؟ ليه العالم كله بيشوف ده شيء عادي جدا جزء من كره القدم واحنا بنشوف ده يعني حاجه عيب قوي يعني؟ لا ما انا بقول لك انه واحنا عندنا عيب خطير على فكره في مصر. اللعيب لما يكبر ثمنه بيزيد، مع انه العكس يعني المفروض يعني بره في اوروبا لما بيكبر اللعيب النجم اللي هو كان مكسر الدنيا بتبقى القيمه الماليه بتاعته بتقل في السوق لانه خلاص على وشك الاعتزال. لكن الوضع اصبح يعني عرف غريب وتحت ضغط الظروف واللي انت شايف فيها وقله عدد المواهب وندره اللعب. يعني عايز اقول لك يعني هل الاهلي كان بيتمنى ان احمد فتحي يمشي؟ لكن الاهلي عنده سيستم ونسق ماشي عليه مش عاوز يخرج منه عشان ما يتقالش الكلام اللي بيتقال ده. لما الاهلي عمل وتفاوض بصراحه وكان صريح وطرح اطلع بعد كده اقول اصله اتقال لي وما اتقاليش؟ لا، بدليل الاهلي لما انتهت التفاوضات بعدم نجاحها طلع بيان بيتمنى اللاعب التفوق وانتهى الموضوع. لا على فكره عشان الناس ما تقولناش ان احنا بنغير ارائنا او بنتكلم كلام مجرد لان يكون متماشي مع او متسق مع رؤيه اداره النادي، احمد فتحي ما زلنا بنتكلم وبنؤكد وبنقول انه لاعب يعني بكل المقاييس لاعب قوي جدا مؤثر جدا جيد جدا، لكن في النهايه حسابات تقييمه فنيا ملك للقائمين على هذا الامر في النادي الاهلي، هم اللي بيشوفوا الانسب والتقييم المالي والمناسب وفقا لميزانيه النادي ورؤيته للانسب لكل لاعب في مرحله عمريه محدده، سن اللاعب قد ايه، ممكن يكمل في الملعب من وجهه نظر اللجنه القائمه على اداره هذه الامور في النادي. ده حق اصيل للنادي الاهلي وللقائمين على اداره شؤون كره القدم فيه وليس انتقاص من قدرات احمد فتحي اللي بنقوله انه لحد دلوقتي لعيب الجمهور كان شايف انه اضافه كبيره ومؤثر ومشاركاته مع المنتخب او مع الاهلي وانه عنده روح قتاليه وعنده كل الارقام القياسيه اللي بيحققها من خلال حفاظه على مستواه كلاعب في هذه المرحله العمريه، عشان ما حدش يقول احنا بنقول ان احمد فتحي اداؤه سيء او مستواه ضعيف فنيا او بدنيا، على الاطلاق هو لاعب اكثر من ممتاز، ولكن مش من حق النادي الاهلي وهو صاحب الحق الاصيل في التقييم في كل مرحله يا استاذ محمد. اتكلمنا شوم الكلام ده يا استاذ محمد وهيحاسبوا على قراراته. اقول لحضرتك احنا يعني عايز حتى اللاعب لما يجي مثلا ما ينفعش ينكر كل اللي اتعمل معاه ويقول اصل انا ماديا واتعاملت والظروف. احنا لما تناولنا جزئيه احمد فتحي قلنا في فارق انك بتشتري حاجات لا تقدر بالمال في المكان انت موجود فيه، يعني في اسرتك والناس اللي انت عشت وسطهم وخلاص بقى لك سنه ولا اتنين وهتبطل، وانك بتفضل الفلوس. كل واحد وليه تفكيره. هل انا اقول له يعني انك انت اخطات؟ لا، هو ليه وجهه نظره. بس انا لما اتكلمت وطرحنا واتكلمنا قلنا انه كنت اتمنى ان احمد فتحي يكمل، كنت اتمنى ان هو يفكر بعيد عن اللي حواليه انه يدرس الامر. ما تحاولش تقنعني تقول لي اصل انا بحاول اخد تجربه جديده وانا عندي طموح واروح كاس العالم 2022 والكلام الكبير ده مالوش علاقه. هو انت لو كنت في الاهلي كنتش هتروح يعني 2022 مثلا لو مصر يعني اتاهلت باذن الله تعالى؟ لكن اللي عاوز اقوله عفوا المقاطعه، لابد ان نتوقف مع فاصل قصير وبعد الفاصل نعود لاستكمال هذا الحوار، تابعوا. اهلا بحضراتكم مره ثانيه، لسه معاكم من خلال الاهلي ليله، ونجدد الترحيب بالناقد الرياضي ورئيس القسم الرياضي في الاهرام الاستاذ محمود صبري. استاذ محمود، قبل الفاصل كنا بنتكلم عن مسؤوليه النادي الاهلي وانه منح الثقه من الجمعيه العموميه ومن الراي العام الاهلاوي ومن جماهير النادي الاهلي في كل مكان لان يتولى ويدير كل الامور ماليا وفنيا داخل النادي. النهارده النادي الاهلي هو اللي بتقيم قراراته بعد نهايه فترته وتواجده في يعني منصب المسؤوليه او مركز المسؤوليه ومجلس الاداره ولجنه الكره والتخطيط والتطوير لكره القدم كل شيء. ليه النهارده الناس بتتدخل في امور هي امور فنيه وتقييميه فنيه وماليه بحته؟ الحق الاصيل فيها متروك للقائمين على اداره امور النادي، المسؤولين في مجلس الاداره والمسؤولين في لجنه التخطيط والتطوير. بص يا ريس، كل الاراء تحترم اذا كانت هذه الاراء منطقيه ما وراهاش هدف واضح اللي هو التشويه والتضليل والادعاء الكاذب بامور غير واقعيه. الامور زادت عن حدها، والبعض لو انت سالته هل ينفع ان انا اتدخل في شغلك قرار انت خدته
ممكن اعلق عليه؟ طب اتعلق عليه فيه؟ اقول رايي فيه او تقيم نتائجه فيما بعد؟ تقيم نتائجه فيما يعني بعد. شوف بقى رد فعله هيقول لك ايه؟ هيقول لك انت مين وتقيمني ليه وبتاع ايه وعشان ايه؟ يعني هتلقى رد فعل يعني يتنافى مع حقيقه البني ادم نفسه. اللي هو لا يقبل، ربما لا يقبل الراي الاخر، لكن هو من حقه لانه هو جاه بس شايف نفسه من حقه يتكلم على حد. ما في بني ادمين كده بتطلع فجاه نبت، فجاه كده نبت شيطان يعني، يدعي الفلسفه وبيعيش لك في الدور ان هو مفكر. تجد كل شغله وبتاع كل حياته مثلا موجوده على السوشيال ميديا. تاريخ ايه؟ ما فيش، ما عنده يعني، ما فيش حاجه عملها يعني، ما فيش حاجه ملموسه يعني. يعني انت بتعمل بكتب وسائل لنفسي واخبط هنا كلمتين وهنا كلمتين، يمكن حد يقول لك ما فيش انجاز يعني، ما فيش يعني، ما فيش. عاوز اقول لك على حاجه، فزي ما انا قلت لك احمد فتحي كانت امنيه الجميل ان هو ينتصر من نفسه، ينتصر للاهلي، ينتصر المكان اللي هو فيه ونشا وخد وعمل معاه البطولات دي كلها. انت جهدك يا احمد فتحي محدش يقدر يقلل منه، عملت وبذلت ورحت وجو وعملت شغل كبير جدا، اديت للاهلي والاهلي اداك. الناس أكيد نفسها كان نفسها انك انت تختم هنا. ولو الناس ما كانتش انت بالنسبه لها لا تعنيها ما كانتش زعلت يعني، كان نفسها انك في حاجات وعيد وكرر، مش كل حاجه الفلوس تقيم بيها. علاقتك بمكانك، باسرتك، بوالدك، بوالدتك، بزوجتك، بولاد تقارن بالفلوس يعني؟ تقدر تبيع دول عشان خاطر الفلوس؟ هل الفلوس دي كل حاجه؟ في كده. لكن هل انا اقدر في الناحيه الثانيه اقول له لا انت، لا انت صاحب قرار وممكن يكون الراجل شاف نفسه يعني ارتاح نفسي يعني؟ بعدين ما تقوليش اصل انا عملت استخاره، وبعدين ترجع تاني يوم تقول اصله انا حسيت ان الراجل مش يعني، وبعدين تطلع تقول اصلا ان انا ما اتكلمت. لا انت اتكلمت، عشان ما نضحكش على بعض، انت اتكلمت وصرحت قلت اللي جواك خلاص. لكن ايه؟ شوف فارق رد الفعل. ممكن يكون الناس غضب، بعض الجماهير اهل غضبت وزاد غضبها، لكن في جانب المسؤول اللي هي الاداره. يكفيك يا فخر ان فيش طلع مسؤول اتكلم كلمه، ده قال لك بيان وشكرا، اتمنى لك التوفيق وانتهى الموضوع. دي بتكيد ناس كتير جدا يعني. الادب ازاي يخليك يعني هعمل لك ايه؟ الناس بدور لك في مشكله وخلاف. ايوه الادب ده والاحترام ده، انا مش عايزه، عاوز تطلع تشتمه اطلع يا عم اشتمه، خليها تولع. ما سيبك من حته مش النادي الاهلي اللي يعمل كده. ما انا بقول لك الهدف يا عم، سيبك مبادئ مين دول. وزي ما حضرتك بتقول، حتى في نهايه العلاقه التعاقديه بين النجم احمد فتحي وبين النادي الاهلي الكيان الكبير النادي الاهلي، ناس غضبانه من الجمهور كانت بتتمنى انه يعمل أيوة حساب طبعا لمشواره. بس هو الغضب ليه يا استاذ محمد؟ وناس تانية بتقول بنشوف على المواقع بنتمنى التوفيق لنجمنا احمد فتحي ونجاحه مع النادي الاهلي لا ينسى. يعني نهايه العلاقه مش معناها عداء، معناها انه في ذكريات وفي نجاحات حققها مع النادي الاهلي. عاوز اشوف حضرتك الطرف الثاني عاوز ايه؟ خلاقة. عاوز يطيعك؟ لا، تجاوز. الطرف الثاني عاوز يوصلك عشان يبعت رساله لاطراف ثانيه. شفت بيعملوا ايه؟ بيبيعوا اهو، باعوا احمد فتحي، باعوا حسام عاشور، باعوا شريف اكرام، ومن قبلهم باع عبد الله السعيد. لا، عبد الله السعيد هو اللي باع، عبد الله السعيد هو اللي باع برضه. ده كان بيع رسمي، ولما الاهلي خد ده خد قرار صعب، مجلس اداره الاهلي صعب جدا كان عليه وعلى الفريق طبعا، لكن عاوز برضه يحافظ على الجزئيه، عاوز يحافظ على الجزئيه اللي انت مضايقاك او اللي تعباك. حته ايه؟ حته انه احترام المكان اللي انت فيه وشراء خاطر الناس اللي فيه اكبر من الفلوس اللي انت شايفها. وبعدين النادي الاهلي قدم عرض مغري جدا ووصل لاعلى سقف تعاقدي مع عبد الله السعيد. انا بقول لك اهو، يعني النادي كان متمسك بيه لاخر وقت، ولكن اللاعب اصر على المغالاه في مطالبه او رؤيته انت هو شايف انه تقييمه لنفسه. لا انت رحت في حته ثانيه، ده حقه طبعا، بس كان لا يتناسب مع رؤيه النادي. انت رحت في حته ثانيه يعني، انت ما كنت صريح يعني، رحت في حته ثانيه كان الهدف بيها ايه؟ الهدف بيها توجيه بس، طعنه بس وضربه لفريق، ان انا خدت منك ابرز لعيب منك وانت ساهمت بكده. هتقول لي فلوس مش فلوس؟ خلاص بقى حسبه الفلوس بقى انت عندك، لكن انا هيفضل في الاخر ايه؟ التاريخ، الكيان. هو حد يعتقد انه لما يمشي من الاهلي ولا لا؟ الاهلي لا، الاهلي باقي في قلوب جماهيره، واللي عملوا يعني الاهلي اللي عملوه جمهوره ومشجعوه اللي هم في كل مكان اللي هم بيحبوه بيدافعوا عنه، مش اي حد يعني يعتقد. لكن هي المساله انه دايما الاهلي بيبحث على الناس، والناس اللي هي ليها معنى ترتبط بالمكان، مع اختلاف الاجواء ومع اختلاف التاريخ ومع اختلاف الزمن، وانه اصبحت الماده هي شيء طاغي في كل شيء، وسقطت كثير من المعاني في مسيره الحياه اللي هي مبادئ واخلاق وتصرفات وعلاقات
خلاص بقى. ما انا من في ناس يعني لازم تلاحظ كده، في ناس مع مرور الحياه الحاجات دي بتنزل خلاص. اين المال؟ انا بدور عليه. مش كان الاهلي حريص على زي ما حضرتك قلت التمسك في وقت ما لابعد مدى للحسابات الفنيه بعبد الله السعيد قبل انهاء التعاقد؟ الاهلي كان مقدم عروض مغريه جدا للتجديد، ووصل معاه اكتر من مره في جوله مفاوضات لاعلى ارقام ممكن تقدم. في نفس الوقت تم التجديد في نفس المرحله لاحمد فتحي. يعني لكل مرحله ظروفها ولكل مرحله تقييمها المالي والفني، دي سنه الحياه. ليه الناس بتعترض على هذا الامر او بتشوف ان ده غريب؟ ما هو ده اللي بيحصل في العالم كله. ليه عندنا ده شيء مستغرب وعيب وغير لائق؟ يعني انا بقول لك انه المساله يعني الطرف الاخر اللي بيحاول يفرض رايه، اللي بيحاول يحاول يشوه صورتك، فبيلجا لكل انواع الحيل والاكاذيب والتضليل، واجيب واحد من التاريخ يحكي قصه ما حصلتش، والكذب باين من عينيه. يعني بس ايه، مسكين بيضحك على ناس اصلا هم متقبلين الكلام ده، لانه في ناس كرهاك فعاوز تصدق اي حاجه، عاوز يعني اشفي غليلي، عاوز اسمع اي خبر سيء عندك. شوف وصلنا لمرحله ايه، لهذه المرحله. احنا عندنا حاله من الانفصام في المساله دلوقتي، جو فاضي. فاطلع اخبط في مين؟ اخبط في الاهلي. اطلع بقى اشوه وادور وابدا ارجع ملف نادي القرن عند واحد يعني لا حول، تعب مسكين هيعمل ايه؟ طب هيجيب مين تاني عشان نقنع انه الاهلي مش نادي القرن؟ نجيبوا له مين يعني؟ الاخ ده عنده عقده نفسيه، في عقده داخليه لانه ما لعبش هنا، مشوه من هنا، فطلع عقدي. هعمل ايه؟ ما لازم، مش هسكت. بعدين هقول لحضرتك هحاول. بص يا محمد، هحاول ان انا اجيب لك كل واحد يشوه، كل واحد ما بيحبكش اطلعه في الاول يقول لك ايه ده احنا اتظلمنا، ده احنا اتاخد مننا، ده احنا مش عارف مين، ده احنا اتسرقنا. يا سلام، اتسرقت والله. طب انت حضرتك لما قلت استاذ محمود هي مش كل الكيانات الكبيره في العالم، شركات، مؤسسات اقتصاديه، انديه، قل ما شئت عن اي كيان ضخم في العالم، بيظل دايما هو الطرف الاقوى في العلاقات التعاقديه مع الشخص؟ ولا انا بتكلم غلط؟ لو بتكلم غلط قول لي. يعني انا بس بقول حاجه على مسؤوليتي الشخصيه، انه ما فيش كيان ناجح في العالم بيخلي الافراد اقوى منه. لا طبعا، لابد ان يظل الكيان هو الاقوى ورقم واحد، وهو الطرف الاقوى والحلقه الاقوى في اي فصل من فصول التفاوض والتعاقد، مهما كانت قيمه النجوم. النجوم لها قيمه، وهي اللي بتحقق العمله النادره في اي مجال في العالم، مؤثره جدا، وهي اللي بتصنع النجاحات في الكيانات الكبيره، هي اللي بتساهم في صنع الارقام القياسيه والنجاحات، ولكنها تتغير وتظل الكيانات باقيه. لازم الناس تعي ان النادي الاهلي وكل كيان يريد ان ينجح وبيحقق النجاحات اللي بيحققها النادي الاهلي، لا يسمح في يوم من الايام ان تبقى الطرف الاخر في التعاقد اقوى منه، او ان هو اللي يفرض عليه او يملي عليه شروطه. لا يمكن، ما يبقاش كيان قوي. لا ما ينفعش، انتهى الصراحه. خلاص ما ينفعش يا استاذ محمد، لو انت الكيان نفسه رضخ لرغبات الافراد انتهى المسألة. خلاص هيبقى الكيان ده بيتحرك على اهواء كل لاعب. هو الكيان ده عمل التاريخ ده من فين يا استاذ محمد؟ عمله كده هباء يعني، كده من نفسه كده، ولا في ناس حطت اسس؟ يعني مين اللي وضع الاسس؟ هات من رحمه الله عليه التتش. شوف رحمه الله عليه كابتن صحيح كان بيقول ايه عن التتش، اللي هو استاذه تعلم منه. هتجيب بعد كده تشوف الناس التانية، هتشوف فريق مرتجي بيقول لك ايه، رحمه الله عليه كابتن عبد الصالح الوحش، شوف كابتن حسن حمدي السلام من رايه وسلم ازاي، هتلقى ايه الـ 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 الوضع، الامور، التاريخ ده بيسلم ده، في حاجات محفوظه وموجوده. انت جاي في زمن دلوقتي، ما تجيش دلوقتي تقارني لو كان فلان موجود دلوقتي كان هيتعب. يعني انا بقول لك اهو، لو كانت موجود الناس دي دلوقتي في الفتره دي كان مش هيبقى الوضع بالامر السهل، لانه الدنيا اصبحت مفتوحه دلوقتي خلاص. ما اي حد قاعد في البيت على جهاز ممكن يستطيع انه يشتم اي حد ويكتب اي حاجه، صحيح، دون حساب ودون ربص، وممكن يحيق قصه ويرويها ويضلل كيفما شاء، يقول لك انا حاضر ويحلف عادي خلاص. يعني اصبح الكذب عادي، الكذب بالنسبه لنا اصبح عند ناس كتير جدا عادي، مع انه الكذب ده اخطر افه، لانه يعني اللي بيكذب ده يعمل اي حاجه في حياته. فانت بتقعد تتفرج وشايف الكذاب بس بص من ملعبك. تتذكر الحاله يا استاذ محمود اللي كان فيها نجم كبير وحقق نجاح كبير مع النادي الاهلي، وجا في مرحله فيها تجديد تعاقد، وكمان اوشك كان على الاعتزال او سنه قرب مرحله الاعتزال، واصر على شكل معين في التعاقد مختلف عما قدم من النادي الاهلي، وطلب الاتصال بالكابتن صالح سليم رحمه الله عليه وهو خارج البلاد، وقال انا عايز رد من كابتن صالح دلوقتي.
وكان لسه المفاوضات مستمره والاهلي قدم عرضه وكان عرض اخير من الاهلي. في الاخر لما اتصلوا بكابتن صالح قالوا هو عايز رد من حضرتك دلوقتي اه او لا على اللي هو طالبه. قال شكرا لا، قولوا له الرد لا. ما هو ده تاريخ النادي الاهلي، ان النادي الاهلي لما بيقدم افضل عروضه وبيتفاوض بيوصل لمرحله ده افضل ما يمكن ان اقدمه الان، تقييمي الفني والمالي كده، لا يمكن ان ارضخ لرغبه شخص. وده اللي تعودنا عليه في النادي الاهلي، وده النادي الاهلي ما بينكروش ما بينفيهوش علاقته بالناس، لكن يظل هو الطرف الاقوى. بص يا ريس، لو انت عاوز تكتب على المواقف والتاريخ هتعمل كتاب قد كده. ما انا عاوز الغي الكتاب ده اللي انت بنيت عليه الكيان ده، هي الحاجات دي، فانا عاوز اشوهها واطلعها. الناس دي بتضحك علينا يا جماعه، لا في مبادئ ولا قيم. ده بصوا، هو عاوز ياخدك في الجزئيه اللي هو اصلا دي ملعبه، لان هو المسكين ما عندوش الجزئيه، هو فاقدها. فعاوز اخليك شبهي، عاوز اهد واشوه واخوف اللي جاي واقول له اوعى تروح هناك، ده شوف بيعملوا ايه. يا سلام، والله العظيم يا شيخ. طب يعني تكتب لك قائمه بالناس اللي اتطردت واتعملت وتهتف لا اطلعوا بره وامشوا، يعني ده يرضيك؟ يعني مش هيحصل، مش هروح ملعبك، مش هتغير، بس عندي طرقي واساليبي اللي هاخد بيها حقي. ده المفروض اللي يبقى فيه ايه؟ يبقى هنا فيه الموقف من جانب، هنا من جانب اداره النادي، وناس تانية يترد عليها بتدليسها وكذبها، وهي اصلا عايشه حياتها كلها على كده، على الابتزاز، ومعروفه بالاسم، تاريخها كده، تاريخها الرائع بانها يعني دائما مثل الذباب، يعني تذهب للاماكن اللي فيها معروفه. كويس، يعني كان نقطه لازم نتكلم عنها شويه. خلينا نستعرض مع حضرتك ومع مشاهدينا بعض الاخبار. وليد ازارو بينشر على حسابه الشخصي على انستغرام طبعا صوره له مرتديا تيشرت النادي الاهلي، يعني لفته جميله من وليد ازارو في التوقيت. رغم الكلام اللي بيتقال انه انا شايف انه نوع من التقارب مع الجمهور يعني الاهلي، شايف انه وليد ازارو يعني يستحق ممكن يبقى في فرصه تانية. يعني لا، يعني انت عندك مشكله فين وانت ما عندكش زي ما انت شايف. تتمنى وليد ازارو يكون موجود الفتره الجايه؟ اتمنى في فرصه تانية، اتمنى انه يعني فايلر يديله فرصه تانية. وده سهل جدا لو رأت اللجنه هذا الامر، لانه تعاقديا لسه مع النادي الاهلي، هو معار فقط للاتفاق السعودي. بص، عشان تدور وتجيب مشكله كمان. اليو بجي لسه ما دخلش معاك بالصوره، ولسه يعني اللي حصل الظروف يحتاج، مش عاوز اقول يحتاجه، المفروض اللي انا جايبه ده مش محتاج وقت ان انا لا، ده خلاص المفروض يدخل لاعب جاهز، خلاص جاهز يخلصني يريحني. فانت عندك وليد ممكن محتاج يتجاب ومحتاج يتشاف، يعني انت عايز ايه؟ وخلاص يعني خلاص، انت هو راح في حته انا شايف انه في امكانيه ان احنا ممكن نستفيد منه تاني. طيب هننتقل لخبر اخر. جيمي كاراجر كابتن فريق ليفربول بيقول صلاح قدم مواسم افضل مع ليفربول لكنه يبقى في القمه. طبعا كابتن فريق ليفربول سابقا في التشكيل المثالي للموسم الحالي بيختاره من الدوري الانجليزي، اختار طبعا نجمنا محمد صلاح، رغم انه بيرى ان محمد صلاح لم يقدم افضل موسم له على الاطلاق هذا الموسم، او انه قدم موسم اقل من المستوى اللي قدمه في الموسمين الاخيرين مع ليفربول. وكلامه منطقي على فكره، يعني محمد مش زي السنه اللي فاتت، لكن برضه محمد صلاح يعني في ماتشات خلاص بيقول ما زال في القمه. ما زال في القمه، يعني رغم ذلك، يعني وده امر طبيعي في الكوره، يعني ما فيش يعني صعب جدا تبقى ثابت المستوى، لانه المنافسين بياخدوا مزيد من الاحتياطات والاجراءات الدفاعيه واللعب بعنف لايقاف كل شيء، يعني ايقاف وتخويف وضغط عليه. لو شفت محمد صلاح حجم يعني الرقابه الشديده في المباريات، يعني اصبحت صعبه جدا، اصبح بيعاني كتير جدا في الوصول لشباك المنافسين. فامر طبيعي جدا انه يحصل الكلام ده. ده ميسي عانى من الكلام ده، رونالدو عانى من الكلام ده، لكن يبقى ايه؟ الورده ريحتها فيها مهما يحصل. هو بيقول لا ارى لاعب اخر في الدوري الانجليزي يلعب في مركز الجناح يفعل ما يفعله صلاح. بيقول اعتقد ان صلاح قدم مواسم افضل مع ليفربول لكنه يبقى من افضل الهدافين، الهدافون الاخرون لا يلعبون في مركز الجناح الايمن مثل صلاح، بل يلعبون في مركز المهاجم. هو شايف ان محمد صلاح عامل حاله مختلفه، ان هو جناح ايمن
وبيأدي أو بيهدف بنفس درجة إجادة وبنفس الأرقام اللي بيحرزها السترايكرز. طبعا لا 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 محمد صلاح يعني كلام طبعا من نجم كبير في عصر الذهبي ليفربول، فأعتقد أنه لا محمد صلاح يعني تقول مستوى أقل تقول لي السنة دي أقل من الفاتت، أقدر أقول لك لا ليفربول بدون محمد صلاح مشكلة، يتأثر كبير جدا على فكرة، يفقد كثير من قوته الهجومية. يعني صلاح لا عامل حالة وفي ماتشات كتير جدا تلاقي محمد صلاح درجة ناس كتير يا أستاذ محمود كانت بتقول نتمنى أن صلاح يفضل مع ليفربول لأن هم عاملين حالة نجاح، يعني هو ماشي كويس قوي مع الفريق وفي نفس الوقت الفريق مستفيد بيه جدا ومستغل كل قدراته بأفضل شكل ممكن، والحالة دي بتبقى لو اتغيرت بيبقى فيها ريسك بالنسبة للنادي وللاعب. ما لا طبعا ما هو طب بس عاوز أقول لك حاجة ده شيء، لكن ليفربول لما يتحقق هدفه ومبتغاه وياخد الدوري ممكن يبقى عنده تفكير تاني، يبقى عاوز فلوس، ممكن يقول لك يعني ايه فرقه اتبنت في 5 سنين خدت دوري الابطال خدت استعاده الدوري بعد 30 سنة، يبقى عنده فكره ايه الاداء، مش عنده نظره وتوقع ان ممكن المستوى والكيرف يبدا في الهبوط لانه وصلت للتوب، او الا انك ان هم وصلوا فاينل اوروبا والسنه اللي بعدها. ما انا بكلمك اهو، هل انت مش ممكن لانه الناس دي ما بتشتغلش كده بالورقة والقلم بس، لا ده محفوظ بكل كلمة وبيدور وبالعلم وباللقطة وبالتحرك وبالباص وبالوقفته يعني عايز اقول لك ايه الفريق ده اتبنى، ما اتبناش كده، اللعيبة دي ما اتجتش كده يعني هباء، لا ده تم اختيارها من خلال في يعني عايز اقول ايه في كلية وفي جامعة في ليفربول بتدرس وبتذاكر وبتدور وبتعمل ابحاثها وبتشوف هنا وتدور على مين المميز ومين اللي يناسبنا ويعني عاوز اقول لك ايه اسمع الكلام اللي بيطلع واللي بيتقال، واكيد هم بيدوروا. ده منطقي جدا لانه في ناس كتير هتتفق مع اللي بتقوله يا استاذ محمود، لانه قالوا ان ليفربول فريق بيلعب وبيقدم افضل اداء بقاله 2 3 سنين لدرجة ان ناس قالت ان الكيرف نزل لان هو الفريق مجهد ذهنيا ونفسيا وبدنيا في المباريات الاخيره اللي كانت قبل ما الدوري يتوقف عشان موضوع فيروس كورونا، فالفكره كلها ان الناس قالت الفريق ده شادد نفسه جدا بيأدي بالتوب فورم الفني والبدني في 3 مواسم ورا بعض، دليل وصوله للتشامبيونز ليج مره فاينل ما حصلش عليها، السنه اللي بعدها خد البطوله، منافسته على الدوري طول الوقت لحد ما بقى متصدر ويعتبر هو اللي حسم الدوري حتى لو ما اكتملش الدوري السنه دي لكن هو تقريبا كان حسم البطوله، فالناس بتقول الفريق ده طبيعي يوصل لمرحله يبقى فيها ان الكيرف يقل شويه. حلو الكلام. لما تيجي انت مثلا اداره ليفربول تفكر ان مثلا جه عرض مثلا من اي نادي كبير في اسبانيا ريال مدريد برشلونه او في ايطاليا لمحمد صلاح، مش ممكن هم يكون عندهم عدو البديل لمحمد صلاح؟ او عارفين ان هو الوضع مثلا في المنافسه في الدوري الانجليزي هتبقى مختلفه، او ان انا لو بعت محمد صلاح برقم ها 150 مليون يورو ولا 200 مليون يورو ولا الكلام ده واخدهم وادور واجيب، يعني عاوز اقول لك ايه، هل في الحاله دي ممكن يتهم النادي هنا وبتاع والكلام اللي احنا بيتقال عندنا؟ لا هو بيفكر على المصلحه لانه النادي هو اللي مستمر ماشي، وياما الناس راحت وجات عليه خلاص، لكن هنا عاوز اقول لك لما يجي يفكر يمشي محمد صلاح ولا ساديو ماني ولا الناس دي هيفكر عنده مين البديل اللي هيوقفه ولا هيحافظ، ولا شايف نفسه ان لسه عنده طموح تاني انه ياخد الدوري المره الثانيه وانه يروح دوري ابطال اوروبا مره ثانيه، فاعتقد هتبقى التفكير تفكير علمي مش خاضع للاهواء وخاضع حسب اجنده النادي، لا حسب اجنده النادي وهدفه، ما هو النادي بيبقى عنده هدف عاوز يوصل له مخطط ليه حاطط له، ده بيتم من خلال النظام اللي هو عامله داخل، انا عاوز اخد دوري عاوز اخد كاس عاوز اخد دوري ابطال افريقيا عاوز اخد عاوز اروح كاس عالم الانديه عاوز اخد سوبر، عندي هدف ان انا احققه، فلما اجي اعمل الكلام ده محتاج ان انا اجيب مين هنا ومين هنا وادور اجمع عشان يبقى عندي الفريق اللي اقدر استطيع ان انا اقول لك ايه حصل، بدليل لما تيجي العصر الذهبي اللي اتكسرت فيه الدنيا والسيطره على افريقيا وكاس عالم الانديه لما الناس دي كلها اعتزلت طبيعي جدا ان الكيرف عندك ينزل، لانه هتجيب من فين المواهب دي، هتجيب يعني هتقعد فتره، ولما سألت أحد المسؤولين كبار جدا وترك قال لي هنحتاج من 10 إلى 15 سنة عشان نجيب تيم زي التيم ده، من 10 إلى 15 سنة، من 10 إلى 15 سنة عشان تقدر تعمل التجميعة دي تاني وتدور على العناصر دي وتدور على الشخصيات دي ويبقى دي المردود والأداء كده، ويبقى مردود والأداء كده ويعمل لك اللي انت عايزه. طب الكلام ده يتأتب ازاي؟ كان يتأتب انه بلا خلاص يبقى عندك دراسة يبقى عندك عيون في كل مكان بتدور وبتفتش وبتعمل وعندك شغل وعمل كبير جدا محدش يعرف عنه حاجة ما يبقاش معروم، بحث عن الباب وكشفها وتجهيزها ده دي ما هو ده شغل مين؟ ده شغل ناس تانية،
ما انت تشوف كلوب بيتكلم على لعيبه بيقول لك احنا جبناه كان عامل زي الطفل، احنا علمناه وقفناه على رجليه ودربناه وعملنا وشغل لغايه ما شفتوا شايفين المنظر اللي انتوا شايفينه ده. ففي عندك ناس تانية بتعمل شغل وناس عندك بتدور وتدي اهميه للي بيكتشف لك موهبه وتدي اهميه للي بيسقي الموهبه، تدي له اهميه، عارف ايه اهميه المدرب اللي بيقود الفريق الاول، تدي له شغل، تدي له اهتمام، لانه ده اللي بيسلمك حته الذهب ويقول لك اتفضل جاهزه اهي على اللمعان والبيع. فهنا انت محتاج ايه؟ محتاج يبقى عندك المنظومه مكتمله، محتاج انه كان بعد ما حصل اعتزالات النجوم الكبار دول كان يبقى عندك في اللحظه انت ماشي في سكه انك انت بتجهز بدايل. ده ما حصلش بالصوره المطلوبه الكافي. ها، واعتقد انه المفروض يكون في الحسابات في المستقبل انه يتم عمليه البحث. التجديد لازم طول الوقت مستمر وبالاعتماد على مين؟ على هنا. يعني انا بزلت بعيد واكرر انا رافض لزياده مساحه المحترفين في الدوري المصري، لان الذي سيعاني هو المنتخبات وستعاني الانديه. هات لي راس حربه مصري دلوقتي، هات مدافع مميز، هتلعب نص ما يعني هتعدهم هتتعب، تلاقي العناصر المميزه محدوده. هتتعب. طيب خلينا ننتقل لخبر اخر، خلاف داخل اللجنه الخماسيه باتحاد الكره بسبب شروط الترشح للانتخابات. حالة من الخلاف بين مسؤولي اللجنة الخماسية لإدارة الجبلية حول شروط الترشح في الانتخابات المقبلة. البعض بيشوف من المسؤولين في اتحاد الكرة إعادة شروط الترشح لما كانت عليه دون تعديلات، والبعض الآخر بيرى أهمية توسيع دائرة المرشحين لمنح الفرصة لأصحاب الخبرات لخوض التجربة في إدارة اتحاد الكرة. احنا ناقشنا الكلام ده مع حضرتك لو تفتكر من حوالي أسبوعين ثلاثة، قلت لك بند الثامن سنين عامل مشكلة كبيرة جدا دلوقتي في المطالبة باستثناء الرئيس من بند التمسين. طب بند التمسين هيطبق بأثر رجعي على الناس اللي ترشحت قبل كده، ولا هيطبق بعدين بداية من المرحلة الجاية خلاص اللي راح راح وبعد كده نبدأ صفحة جديدة؟ كل الكلام ده لسه الرؤية مش واضحة. كمان عندك خلاف على مقاعد المرأة، الفيفا عاوز مقعدين ها، وهنا اللجنة بيقول لك لا مقعد واحد كفاية. طب خلينا في بند الثمان سنين شويه. بند الثمان سنين بتتمنى يصلوا او يستقروا على ايه في بند الثمان سنين وليه يا استاذ؟ بص احنا احنا عندنا مشكله انه دايره اتحاد الكره اتحصرت في شخصيات بعينها. يعني اصبحت حدودها معروفه فلان وعلان وخلاص عرفوا تفاصيل اللعبه وازاي بتدار وكلها حدود. ميزه ولا عيب؟ ها؟ دي ميزه ولا عيب؟ لا ده عيب، لانه انت المفروض ايه هو الهدف؟ ايه هو الهدف؟ يعني ايه هدف رئاسة اتحاد الكرة؟ هو تطوير اللعبة. هات لي بقى ارجع لي تطوير اللعبة ايه المقصود بيه؟ مسابقة قوية ولا زيادة مساحة عدد الممارسين ولا زيادة المواهب ولا تواجد المنتخب في البطولات الكبيرة؟ ايه هدفك؟ ما انت ايه؟ لازم يبقى عندك برضه زي ما برجع لك اقول لك ايه، لازم يبقى عندك سيستم انت ماشي عليه وعاوز تسعى له. رقعه الممارسه ضيقه جدا. 100 مليون شوف عدد المسجلين في اتحاد الكره كام؟ اعتقد ما وصلوش مليون. ما وصلناش مليون اعتقد، مليون لاعب. شوف الدعم اللي عمله اتحاد الكره او السيستم اللي عمله للكشف عن قاعده الملاعب، شوف مسابقات الناشئين وصلت لمرحلة أقل. أنا زمايلي في الكنترول بيبلغوني إن العدد لا يتجاوز أو أقل من ربع مليون. طب أنا بكلمك ده في حد ذاته لما تيجي تقارنه بدول تانية أقل منك في العدد وعدد الممارسين عدى المليون، ده يخليك تقعد هنا ستوب ونقطة من أول السطر. أنت كده ماشي غلط. أنت ماشي عشوائي وبالتالي ومعتمد على الطفرات، وبالتالي كان يتوجب وإن يبقى في حاجة اسمها إنه الجمعية إذا كان هناك جمعية تعي مصلحتها كانت لابد أن تحاسب اتحاد الكرة. لا أحد يحاسب أحد. العلاقات وكم حضن وبالليل وكم سهرة وروحة وجاية وحبيبك وأعمل لك وبتاع واشتري وتوضيب علاقتنا مع بعض وتوضيب كل شيء ونعمل لك اللي انت عايزه وانت قاعد رئيس نادي وزي الفل. الحملات والدعايه ايام انا بكلمك اهو، ايه هو النتيجه حضرتك؟ النتيجه محصوله صفر. طب سؤال مباشر، هما سؤالين كل جزئيه بشكل منفصل.
حضرتك بتتمنى ولا لا انه يطبق بند الثمان سنين كحد اقصى على الجميع بما فيه بما فيهم منصب رئيس اتحاد الكوره؟ نعم ام لا؟ احنا طبعا في انتظار اللائحه. هم لغايه دلوقتي ما قالوش حتى اللائحه المفروض لا رؤيه حضرتك لا يعني المفروض ما قالوش هم اللائحه رؤيتك شخصيا استاذ محمود شايف الانسب واللي بتتمنى يكون في اللائحه انه يطبق هذا البند ولا لا 8 سنين؟ انا وجهه نظري عشان ما نخرجش من الدايره ونطلع ونقف في دايره تانية. هل هدفنا في اللائحه الجديده ان احنا نبدا من اول السطر ولا هدفنا خلاص عاوزين نقفل صفحه القديم؟ خلاص طب لما تيجي تقفل صفحة القديم هتقفل على مين؟ على فكرة في مشكلة كبيرة جدا فيها، الموضوع مش سهل يعني. لكن تطبيق بند الثمان سنين انا محتاج تطبيق بند الثمان سنين. حضرتك مع تطبيق؟ لا مع بندق على لازم. كل المناصب بما فيها رئيس الاتحاد. بس ما عاوز اقول لك ايه؟ بأثر رجعي ولا لا؟ ده السؤال الثاني. لا بأثر رجعي مشكلة. بأثر رجعي مشكله، هتبقى مشكله كبيره جدا يعني حضرتك لو هتقدمها لو انت هتعملها يا استاذ محمد بقى اصلا هتعملها. طيب اللي خد مدتين ورا بعض ولا خد مده ومده ولا خد دخل وما كملش مثلا واتلغى؟ يعني ايه ما كملش مثلا مدته؟ للاشكاليات القانونيه لان لها شخصيات محترفه في الامور القانونيه تقوم بصياغه الامر. انا بسال حضرتك لو كان لها تكييف قانوني سليم ممكن حضرتك مع انه يطبق باثر رجعي فانه ينطبق على شخصيات سبق لها العمل او تولي قيادات مراكز قياديه في اتحاد الكوره وانها لا يحق لها ان تخوض الانتخابات مره اخرى، ولا حضرتك مع ان يعطى هذا ويمنح هذا الحق للجميع باللائحه القادمه وان كل من سبق ان عمل في اتحاد الكوره من حقه يخوض الانتخابات وتسري عليه القواعد اللي جايه؟ حضرتك مع اي اتجاه منهم؟ مع انا مع بدء تطبيق اللائحه يعني البند الثمان سنين من الان من تاريخه من تاريخه بس على ضمانة ايه سعادتك؟ انه ما تجيش الجمعيه العموميه اللي جايه تقول لي ايه الدعوه لالغاء بند الثمان سنين. ما انا ممكن اجي ما دي المشكله، هي دي المشكله عندنا. طب هل الفيفا بيطبق الكلام ده؟ بيطبق الفيفا الكلام ده؟ مش بيطبقه، بيطبقه. ده بيدي فرصه 8 او 12 سنه بعد كده خلاص انتهى الموضوع. لكن المساله انك انت ايه عايز تضع لوائح ما يجيش بعدين اللي يقعد على الكرسي يغيرها. اسالك السؤال بشكل مباشر ومحرج اكثر شويه. بتتمنى او ترغب في انه اللي يتولوا اداره اتحاد الكره بعد الانتخابات اللي جايه يكونوا مجموعه جديده في غالبيتهم على اقل تقدير، ولا حضرتك مع الاراء اللي بتقول انه اصحاب الخبرات اقرب الى اداره هذا الامر واكثر نفعا لو كانوا موجودين في المناصب بعد الانتخابات اللي جايه فبتتمنى يكون كوادر من اللي فاتت؟ لا اتمنى انه يبقى في مجموعه جديده. يعني مجموعه جديده برضو اكيد اللي هتيجي بقى عندها خبرات. يعني مش هتيجي مش هجيب حد من الشارع اقول له اتفضل. لا هيبقى في معايير طبعا، في معايير ترشح خلاص. بس انت انا بكلمك اهو، الخوف مش في مساله انك انت تقول لي دلوقتي 8 سنين هل هتضمن استمرارها؟ لانه في طبعا هيقول لك اتحاد الكوره ده هيئه تابعه للفيفا ومحدش يتدخل، لكن مين اللي بيعتمد اللائحه؟ الجمعيه العموميه. فانت عاوز الضمانات والكافيه انه يطبق بند الثمان سنين. يعني ما يجيش مع اول جمعيه عموميه للمنتخب يقول لك الهدف شيل الثمان سنين او الغي التعاون. يا جماعه تعالى مش عاوزين ثمان سنين، هنخليها كده خلاص، احنا عاوزين نقعد. لكن عاوز اقول لك عارف لو كان طبق الحساب مره واحده ما كانش وصلنا للي وصلنا له. يعني بعد مثلا اخفاء كاس العالم في روسيا مش الهدف انك انت كان المساله ان هو يعني يتعمل مؤتمر صحفي، كان المفروض يتم الحساب. انت رحت كاس العالم تعمل ايه؟ هترد بسؤال واحد، يا جماعه احنا كان هدفنا حاجه واحده بس، ان احنا اسمنا يبقى موجود فين؟ في كاس العالم. مش هدفنا ايه؟ ان احنا نروح ننافس في كاس العالم. احنا لما اتصاب محمد صلاح وقعدنا نعد امتى محمد صلاح يرجع كان كل التركيز ده دليل على ان المنتخب كان منتخب محمد صلاح. دي كانت المشكله. هل ده يقال من محمد صلاح؟ لا ما يقالش محمد صلاح. محمد صلاح لعيب كبير وتواجده في اي مكان اضافه، لكن فين الجماعه؟ فين جماعيه الفريق؟ يعني مثلا هتقول لي يا اما الارجنتين لما بيغيب ميسي ما بتتاثر يعني لو ميسي اتصاب، لكن في منتخب موجود. البرازيل لو نيمار غاب مثلا مش هتعمل حاجه؟
لكن في 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 يعني عاوز اقول لك ايه اللي حضرتك بتتكلم عنه ده، انه اتحاد الكره بيناقش مع الفيفا او الاتحاد الدولي تطبيق بند الثمان سنوات مدى الحياه. اعضاء اللجنه الخماسيه باتحاد الكره يناقشون تطبيق بند الثمان سنوات في اللائحه الجديده مدى الحياه، بما يضمن ظهور وجوه وكوادر جديده باستمرار داخل الجبلايه خلال الفترات المقبله. ما هو ده انت لازم تحط كده يا جماعه، نبدا مرحله 1 2 3 وحط بقى لائحه بقى مين الترشيح يبقى عامله ازاي، لا تترك الباب مواربا، يعني حط كما يقول القانون الشروط بقى، مؤهل عالي، مش عارف مين لعب ما لعبش ما عمل ايه، مش عارف يعني عاوز اقول لك ايه، عشان ما تجيش لبكره وبعده حد يضرب لك ورقه، حد يعمل مش عارف ايه، كلام خلاص بقى. يعني المفروض عاوز اقول لك ايه، الاتحاد اللي جاي ها المفروض يعمل نقله يا ما يجيش، والنقله ده على مستوى على صعيد ايه، على عده اصعده، على صعيد المسابقه الرسميه، وعلى صعيد القاعده تحت، وعلى صعيد الناشئين، وعلى تطوير اللعبه، وعلى الهدف الاساسي اللي انت جاي من اجله. انت مش جاي تجمع كل هدف جمع الاموال، لا هدفك قاعدين يبقى عندك استثمارات، بس هدفها ايه يا استاذ محمد؟ فلوس دي انك مش تكنزها، فلوس دي هدفها انك انت تدور وتدي وتبحث وتعلم، ويبقى عندك قائمه بمدربين، وتدور على الناس الكويسه تجيبها، يعني عاوز اقول لك ايه، يبقى عندك هدف، مش هدف انك تقعد، هدف لما تمشي قول الراجل ده عمل حاجه في الكوره، لما تمشي تقول ايه الراجل عمل حاجه في الكوره، مش ما عملش، لا عمل، عمل خطوه، عمل خطوه ايجابيه، عمل مراكز، طور مراكز، طور، راح هنا الاقاليم، راح الصعيد، راح بحري، راح ابلي، راح سينا، يعني عاوز اقول لك ايه، نشرت واهتميت وبصيت، لان دول اللي استحقوا منك الرعايه. عندنا اتجاه ايجابي في التفكير في امور كره القدم في هولندا. هولندا تعتزم استئناف الدوري في يونيو المقبل رغم اعتراض الانديه الكبرى. بيعلن الاتحاد الهولندي لكره القدم اليوم اعتزامه، او بالامس بالفعل اعلن اعتزامه استئناف دوري المحترفين في يونيو المقبل، وذلك رغم اعتراض اكبر الانديه الهولنديه. اعلان الاتحاد الهولندي جاء بعد مؤتمر عبر الفيديو كونفرنس، واوضح الاتحاد انه من المنتظر استئناف اللعب مره اخرى اعتبارا من منتصف يونيو المقبل في حال وافقت السلطات الصحيه والحكومه على ذلك. دي بادره يعني، ما خلاص يعني بقول لك الحياه لن تتوقف، واكيد كله بيفكر يعني، اكيد يعني مثلا رابطه المحترفين في الانديه الانجليزيه اكيد بيدوروا على حل، يقول لك نلعب المباريات التسع اسابيع المتفضلين يلعبوا مثلا في مدينتين ما فيهمش متاثرين، يلعبهم بدون جمهور رغم اعتراض الانديه واللعيبه على اللعب بدون جمهور، الناس مش متعوده على كده. ما ينفعش اقدم عرض مسرحي الكراسي فاضيه، تعود الناس على صوت الجمهور، لان الجمهور هو روح الكوره، الكوره دي اتعملت للجمهور ما اتعملتش لاي حد تاني، مش للكراسي. هل تعتقد ان الخطوه دي حلقة يعني ممكن اكيد بص عايز اقول لك حاجه، دي صناعه وصاروا اكيد بيدوروا على الحلول والطرق انه يعملوا اجهزه وتعقيم للعيبه وينزلوا وخروجوا ويطلعوا بين الشوطين يعني عاوز لا لازم بص هتبقى في حاجات الايام الجايه مفاجاه، وهترجع الكوره في الغالب يا اما في بدايه يونيو على الاقل. في بدايه يونيو حضرتك متوقع ان ده يبقى موقف يتكرر من اتحادات كثيره في العالم بعد مراجعه الجهات الحكوميه والمسؤوله عن الجانب الصحي في هذه الدوله وازاي النشاط يستمر؟ لا طبعا ده شيء مهم جدا يعني. طيب عندنا خبر غريب جدا، اطلاق سراح رونالدينيو ووضعه تحت الاقامه الجبريه. الخبر نفسه مش هو اللي غريب، الخبر التهمه هي اللي غريبه، انه دخل البلاد، انه تسلل الى او دخل باراجواي بجواز سفر مزور. دي التهمة يعني ايه المنطقي؟ او طبعا ممكن يكون كلام سليم يعني، احنا مش بنتكلم، لا ده الموضوع ده شغال لي فتره، يعني هو محبوس لفتره، هو واعتقد شقيق، احنا مش بنشكك في صحه الخبر، بنقول انه طبعا ده قيد التحقيق وجهات مسؤوله عنه اكيد يعني التفاصيل بتقول انه ثبت على اللاعب هذا الجرم. الغريبه ليه لاعب بشهره رونالدينيو، واحد من سحرة الكرة في العالم ونجم البرازيل وبرشلونة وقدراته وشهرته إعلاميا وقدراته المالية كل شيء، إيه اللي يخليه يدخل بلد بباسبور مزور؟ هل ممكن يعني حاجة غريبة يعني يعني الخبر لما جاء على الوكالات من حوالي أسبوعين كان مفاجأة، يعني لعيب زي كده ويعني حاجة يعني كان شيء
ده يعني انا دلوقتي بعرف معلومه بستكمل معلومه عرفتها من زملائنا كمان انه عنده مشكله هو فيها نوع من التهرب الضريبي او خلاف ضريبي مع الدوله والجهات الحكوميه في البرازيل، وعشان كده هو قام بتزوير جواز سفر ووضع فيه يعني جنسيه انه من باراغواي كمان، يعني فهو واضح ان هو عنده مشكله يعني خلاص كده الصوره واضحه يعني. طبعا لكن يعني الصوره واضحه مش عايز كلام، لكن هو طبعا شيء زعلك انه لعيب بالحجم ده يعني يعمل حاجه زي كده عشان يعني حق بلده ان هو يعني يتصرف التصرف ده هروبا منه، لا شيء يعني لا كمان قدراته كلاعب ماليا حجم تعاقداته ايه عشان اعرف ان هذا اللاعب بهذه القدرات وحجم الدخل اللي حققه خلال مشواره كواحد من اشهر اللعيبه في تاريخ العالم كله، وان يبقى عنده قضيه تهرب ضريبي او عنده خلافات ماليه يعني برضه حاجات يعني غريبه جدا. كم من موهبه يعني ضلت الطريق بسبب ان هو يعني مثلا ما تقبلش مثلا بعض القرارات او القوانين اللي هي شايفها تتنافى مع شايفها انه دي يعني قناعته يستحق يعني انه المفروض يستثنى يستثنى او حاجه زي كده، فهم ربما يكون رفض فلجأ للحيله غريبه جدا. الموضوع كبير يعني بصراحه يعني صادم للناس للناس اللي هم بتحبه وتابعته وبتتابعه، لانه حاجه يعني مش بتتكرر في الكوره مره ثانيه يعني. يعني هو 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 اتسجن شهر وبيقولوا لاعب كره قدم طبعا كانوا مبسوطين جدا بوجوده مع السجناء ونزلاء يعني السجن او السجناء، وكان بيمارس نشاط الكوره معاهم، والتقارير بتقول انه تم اطلاق سراحه هذا الاسطوره البرازيلي رونالدينيو من السجن في باراغواي بالأمس الثلاثاء مع بقائه تحت الإقامة الجبرية في أحد الفنادق هناك. وصحيفة دي صن الإنجليزية قالت أن رونالدينيو سيغادر السجن بكفالة قدرها 1.3 مليون جنيه استرليني، لكن بشرط أن يبقى داخل فندق بالماروجا في العاصمة في عاصمة باراغواي خلال فترة طبعا تتعلق بالإشراف عليه قانونيا أو متابعته وإقامته الجبرية. يعني أمر طبعا لا يليق بحجم نجومية رونالدينيو. يعني لو شفته في كاس العالم للانديه في 2014 في المغرب لا يليق انه يرتكب هذا الجرم، مش ان هو يتعاقب عليه، ما بنقولش ان في حد يستثنى من القانون، كان في حد بنقول ان في نجوم بس المفروض يبقى ليهم طريقه معينه في التصرف وفي السلوكيات يعني. ربما لا يقبلوا يعني بعضهم لا يتقبل بعض القوانين او بعض القرارات، لان يعني شايف ان هو المفروض يكون له معامله خاصه، فلجوء لهذا التصرف اعتقد يعني شيء صادم بالنسبه لكثير جدا. ممكن نفسه هو يعني مش معتقد، ما كانش متوقع انه ايه الامور تبقى، لكن انه وصل لمرحله انه يفكر انه يزور جواز سفر، ده في حد ذاته تصرف غير مقبول على الاطلاق. وصلنا مع حضرتك ومع مشاهدينا لنهايه هذا الحوار وهذه الحلقه، كل سنه وحضرتك طيب. احنا يعني اقتربنا من بدايه شهر رمضان المبارك، اعاده الله علينا وعلى الامه العربيه والاسلاميه وعلى مصر والمصريين بالخير واليمن والبركات ان شاء الله، ويبقى هذه الايام المباركه نشهد فيها انفراجه للازمه، وربنا ان شاء الله يجعلنا قادرين على تجاوز الازمه المحيطه بينا وبالعالم كله باذن الله. كل سنه وانت طيب، وربنا ان شاء الله دايما نلتقيك على خير باذن الله ان شاء الله. بشكر الناقد الرياضي ورئيس القسم الرياضي في الاهرام الاستاذ محمود صبري. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين، كل سنه وحضراتكم طيبين ورمضان كريم، وان شاء الله تبقى الانفراجه قريبه جدا والخروج من هذه الازمه قريب جدا، وخلونا دايما يقينا بالله سبحانه وتعالى، ويعني نذهب اكثر ونميل اكثر للتفاؤل باذن الله ان الامور تتحل وتبقى يعني نبقى في افضل حال ونتجاوز هذه الازمه سريعا جدا. شكرا لحضراتكم مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، شكرا على المتابعه والى اللقاء.